بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن اعمل كلمات متحركة من نوع GIF عن طريق موقع. طبعا كما نعلم هناك الكثير من البرامج التي تعمل مثل هذه الحركات، ولكن دعونا نتعرف على هذا الموقع الذي ربما يستخدمه بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في تثبيت هذه البرامج أو لا توجد على أجهزتهم بسبب أن أجهزتهم مثلا مواصفاتها لا تتحمل أن توجد عليها برامج كبيرة وقوية. ولذلك في الانترنت هناك الكثير من المواقع التي تتوفر أو التي توفر مثل هذه الخدمات، فدعونا نتعرف على أحدها وهو هذا الموقع الذي سوف نضع لكم رابطه أسفل الفيديو إن شاء الله. في البداية هنا نكتب الكلمة التي نريدها أن تخرج. طبعا أنا سوف أكتب شبح. طبعا يمكنك أن تكتب كلمة أخرى بأن تضع مسافة هكذا ثم تضع الكلمة التي بعدها. عفوا، بهذا الشكل. طبعا نحن لن نحتاج إلا كلمة واحدة، لذلك لا نريد إلا هذه الكلمة. ثم هنا تختار نوع الخط، ما هو الخط الذي تريده. ثم هنا تختار لون خط الكلمة. هنا تختار لون الخلفية نفسها، هذه الخلفية اختار لونها. لنفترض أنني سوف أختار هذا اللون مثلا، وهنا سوف تختار الحجم، حجم التصميم في العرض والطول. طيب ثم تضغط على هذا الزر، وهنا سوف ينشئ لك رابط للصورة. بإمكانك الآن ماذا؟ أن تقوم بمشاركة هذه الصورة أينما تريد. الآن شارك هذه الصورة على حساباتك مثلا في الشبكات الاجتماعية، أو قم بالضغط يمين الفارة ثم احفظ الصورة في المكان الذي تريد على جهازك. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم بعض الفائدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.